رهان باسكال، باسكالز ويجر، هو أحد صور الاعتقاد البراجماتي اللي طرحها الرياضي الفرنسي بلايز باسكال قبل عدة قرون، واللي من خلالها قدم رهان براجماتي أو عملي عادة ما بيشار إليه برهان باسكال لتبرير الاعتقاد الديني باستخدام تحليل التكاليف والفوائد Cost Benefit Analysis لعقلانية الاعتقاد في وجود الله، وبالاعتماد على صورة بدائية من نظرية الاحتمالات Probability Theory. باسكال جادل إن الاعتقاد في وجود الله رهان أفضل من عدم الاعتقاد. الجدلية طرحها باسكال بشكل ملخص في عمله الأهم كتاب الأفكار فانسيز اللي نشره سنة 1669. رهان باسكال بيعتمد على وجود أربع خيارات فقط بخصوص الاعتقاد في وجود الله: 1- الاعتقاد في وجود الله والله فعلا له وجود، 2- الاعتقاد في وجود الله والله ليس له وجود، 3- عدم الاعتقاد في وجود الله والله موجود، 4- عدم الاعتقاد في وجود الله والله غير موجود. نتائج الاختيارات هي: ألف، لو اخترت الاعتقاد في وجود الله وكان له وجود المكسب بلا حدود، ب، لو اخترت الاعتقاد في وجود الله وكان غير موجود لم تفقد الكثير إن فقدت أي شيء، ج، لو اخترت عدم الاعتقاد في وجود الله والله كان له وجود أصبحت من الخاسرين وخسارتك قد تكون عظيمة، دال، لو اخترت عدم الاعتقاد في وجود الله مكسبك هو فقط عدم الخسارة. وبالتالي في حالة وجود أدلة قليلة أو انعدامها تماما لدينا سبب كافي للاعتقاد في وجود الله، وهو المصلحة الذاتية self-interest، أو زي ما وضعها باسكال أفضل رهان لدينا هو الاعتقاد. في الحقيقة جدلية رهان باسكال كانت وما زالت حجة قوية جدا لتبرير الاعتقاد في وجود الله، إلا إنها تعرضت لصور عديدة من النقد زي ما أنت أكيد متصور. الإشكالية الأولى اللي بتواجه الرهان هي: هل الإيمان مسألة اختيارية؟ الفكرة إن الإيمان يبدو إنه أمر غير اختياري، يعني الفرد مش بيكون الإيمان في شيء لمجرد إنه عاوز يؤمن بالشيء. الإيمان يبدو أنه عادة ما بيكون خارج تحكمنا المباشر، يعني مثلا تخيل أني بعرض عليك $1,000,000 علشان تؤمن أن في فيل بامبي قاعد جنبك دلوقتي بيسمع حلقة كلام فلسفة. حاول تكون الاعتقاد ده لو تقدر. طبعا من الممكن أن الفرد يكذب على الآخرين ونفسه ويقول أنه عنده الاعتقاد ده، لكن في الحقيقة لا يوجد إيمان حقيقي بداخله، وبالتالي يبدو ان مفيش اي تحكم عندنا على تكوين الايمان، الامر اللي بينطبق على كافة المعتقدات. لكن صحيح بالرغم من اننا لا نستطيع تكوين ايمان حقيقي بمجرد الارادة، الامر نفسه بينطبق على كل الافعال الاخرى. يعني على سبيل المثال، انت مش بتروح شغلك بمجرد انك تقرر انك عاوز تروح الشغل، لازم تصحى الاول من النوم في ميعاد محدد اللي غالبا مجرد عادة اتكونت عندك من سنين، ولازم ترتدي ملابسك تمشي، ولو كنت محظوظ هتوصل في النهاية للشغل، لأن كم الاحتمالات اللي من الممكن تمنعك من الوصول للشغل تقريبا لا نهائي. نفس الكلام من الممكن أن ينطبق على كل أفعالنا، إنك تكون مهندس أو تتجوز وانت عندك 30 سنة إلى آخره. تحقيق الأهداف دي من الممكن الوصول إليه ليس فقط عن طريق الإرادة، لكن عن طريق خطوات بسيطة خارج إطار تحكمنا. عارف أنك مستغرب، لكن حاول تحرك أحد أصابعك دلوقتي مثلا. حتى الحركة البسيطة دي ما تمتش بإرادتك الحرة تماما، علشان الحركة دي تتم لابد من أن منظومتك العصبية تكون سليمة ومتصلة بشكل صحي بمخك خلال نخاعك الشوكي، والظروف الجوية المحيطة بجسمك تكون مناسبة للحركة. نفس الفكرة قد تنطبق على المعتقدات الدينية، رغم من أنك لا تستطيع تكوين إيمان في وجود الله بإرادتك، إلا إنك قادر على قراءة الكتب المقدسة، الصلاة، الانضمام للمجتمع الديني أو حلقات الذكر إلى آخره. مفيش أي من التجارب دي هيضمن إنك تصل للإيمان بالله، لكن بنفس الصورة اللي حركت بيها صباعك، مفيش أي تجربة من الممكن تقوم بيها بإرادتك مضمون إنها هتوصلك لغايتك. لو كان في فرق بين قدرتنا على الإيمان بشيء ما وقدرتنا على تحريك أصابعنا، هو فرق في درجة قدرتنا على تحقيق الهدف، مش فرق نوعي منطقي. لكن الرد قد يكون إن الفرق بالدرجة مازال قد يكون فرق كبير. يعني مثلا، هل الصلاة لسنين طويلة فعلا قد توصلك للإيمان بالله لو كنت غير مؤمن به؟
أمر مختلف عليه. غالب المؤمنين باختلاف عقائدهم بيعتقدوا أن الصلاة قدرة على تقريب الإنسان من الله حتى وإن لم يكن في مرحلة إيمان كاملة. أما الملحدين على الجانب الآخر بيعتقدوا أن مئات السنين من الصلاة من غير المنطقي أنها تدفع إنسان غير مؤمن لتكوين أي نوع من الإيمان في الله.